بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، مع شيخنا الجليل الأستاذ الدكتور أحمد الكبيسي حفظه الله، ليستهل معنا سورة الإسراء ويبين لنا ما فيها من الآيات التي لها نظائر ومتشابهات في السور القرآنية الأخرى، فلتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وفعلا انتهينا كما يقول الدكتور نجيب، انتهينا من سورة النحل ودخلنا في سورة الإسراء. وفي سورة الإسراء آية جاءت مثلها أو جاءت مثلها في سورة الكهف، وأنتم تعلمون وربما لا يعلم بعضكم أن الإسراء والكهف توأم واحد. هناك سور بالقرآن الكريم أحدها أو إحداها تكمل الأخرى، فهي كأنها سورة واحدة. ولهذا الإسراء والكهف سورة واحدة. من أجل هذا بدأت الإسراء بالتسبيح، سبحان الذي أسرى بعبده، والكهف بدأت بالتحميد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ودائما التسبيح يسبق التحميد، فسبح بحمد ربك. زين، إذن هاتان الآيتان كل منهما تحكي إعجازا لكن من ناحية مختلفة، من حيث أن سورة النحل تتكلم عن تكريم الله للنبي لذاته وشخصه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سورة الإسراء. وهنا لابد من تسبيح. الإسراء. الإسراء. مو النحل، الإسراء. آسف. أيه. هذا سبق اللسان، دائما عندنا مشاكل يا دكتور نجيب. والزوبعة في فنجان هذه كانت من هذه الأسباب. يعني أن الإسراء الإسراء والكهف سورة واحدة جاءت تحت عنوانين. بدأت بالإسراء سبحان الذي. لماذا؟ لأن فيها إعجازا عظيما تكريما لذات النبي لذاته، سبحان الذي أسرى بعبده. وتعرفون القصة العجيبة، هذا الإسراء العظيم. لكن سورة الكهف قال لا، نفع به الناس، هنا نفع نفسه، إن الله نفع نبيه وكرمه وسماه عبده، في السورتين عبده، لأن صفة العبودية أعظم الصفات بالنسبة للعبد مع الله عز وجل. ما من صفة إن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ونبيه وصفيه، ولك أعظم الصفات أنه عبده، وهذا تشريف ما بعده تشريف. فقال سبحان الذي أسرى بعبده، إلى أن تعرفون القصة كلها تحدثت عن إعجاز ينبغي أن تسبح الله من أجله. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، تسبيح أول، وله الحمد بعدين على ما أنعم عليكم. إذن سورة الإسراء بيّنت إعجاز الله سبحانه وتعالى لتكريم نبيه ذاتيا، قال تسبيح سبحان الله. الكهف لا، أنزل على الكتاب لينفع به الناس، وكل فعل ينفع الناس أفضل من الفعل الذي ينفعك وحدك، وهذه قضية ثابتة. خير العالم مكرم عند الله يوم القيامة، ولكن الأفضل منه العالم الذي يعلم. خيركم من تعلم وعلم. وهناك من، وهذه الآية ثم أتمام الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه ما تعلم، المقتصد تعلم ولم يعلم، السابق بالخيرات تعلم وعلم، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن الفرق بين سبحان الله والحمد لله، سبحان الله في الإسراء لأن هذا إعجاز خاص لذات النبي وتكريم له، في حين النعمة في 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 الكهف لا، لكل الناس، لتنذر به قوم. وتعرف شو بعد انت، وهذا في هذا من حد البداية. التشبيه اللي قال عليه دكتور نجيب عن الآيتين، في كل الآيتين بالإسراء شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يقول يا سيدي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا وين؟ في الإسراء. أن لهم أجرا كبيرا الذين يؤمنون ويعملون الصالحات. بالكهف نفسها، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هذه هي
اللفتة الهائلة التي تمتلئ علما وفي كل جيل يكتشف الناس في هذا الكتاب العزيز من العلم ما لم يخطر على بال السابقين، كما قال عليه الصلاة والسلام هذه كذا كذا، ولما يأتي تأويلها بعد الزمن هو الذي يفسرها. وهذا الكتاب العزيز كما تعرفون لا تنقضي عجائبه. طيب، ما الفرق بين أن لهم أجرا كبيرا وأن لهم أجرا حسنا؟ أنتم تعرفون قبل كل شيء يقول يهدي للتي هي أقوم، كل اسم تفضيل معنى أن المفضل والمفضل عليه مشترك عليه في الصفة، نقول فلان أعلم من فلان، إذن كله ما هو عالم لكن هذا أعلم، فلان أكرم من فلان، كل منهما كريم، هما مشتركان في صفة الكرم ولكن أحدهما أكرم من الآخر. من هنا قال يهدي للتي هي أقوم، كل ما جاء في هذا الدين هو قيم وقوام من حيث أنه يهدي ويصلح وفيه الخير كله، ولكن هناك شيء أهم وأقوى وأكثر من شيء. من أجل هذا هناك من العبادات ما يكون فيها أجر كبير، ومن العبادات ما يكون فيها أجر عظيم، أجر حسن، أجر حسن. دائما سبحانه وتعالى الله يقول واضرب لهم مثلا، أنتوا خمس أولاد عند أبوكم الكريم، واحد رجال عمره 40 سنة ضابط في الجيش برتبة عميد ولا لواء ولا فريق، والآخر يعني على قد حاله زادوا صار خلص ثانوية وحيخش الكلية الآن، ربما تعين موظف، كل منهما مشترك في أنه ابن هذا الرجل العظيم، وكل منهما مشترك في صفة البنوة، لكن بالله عليكم أيهما أكثر فائدة ونفعا؟ هذا الكبير له هذا الصغير؟ لا طبعا الكبير، لكن في المقابل، في المقابل الأب عندما يأتي بجوائز بطرفة بحلويات بأيام العيد أيام الولادة يكرم الكبير لو الصغير؟ يقول لك لا يكرم الصغير ولو أن هذا أحسن منه وأقوى وأكثر وخاض حروب وسوى البيت وبنى بيت الأهل وإلى آخره، وهذا بعد ما سوى شيء، سوى شيء بسيط، يقول له بابا جيب لي مي، أولادي روح هات لي أتوضى، هذا قام الكبير قام لك ولو أن هذا هو المهم والأساسي وبدونه كنا حنموت، لكن الدلال والعطاء والأشياء الجميلة، الملابس، الحلويات، الغرفة الجميلة المنظمة حق هذا الصغير، ليش؟ محبوبنا جميعا، هذا جمالنا نحن، جمالي أنا وجمال أخو جمال أمه، الشاب الحليه والطفل اسوى الفاتحة حلوة، يعني شيء ممتع ممتع ممتع. فهذا كل ما في حياته حسن، ملابسه حلوة، الكلام وياه حلو، شعره جميل، كل يوم يتعلم كلمة جديدة ونحن نفرح، قال فلاشي حكى فلاشي، فالكل متمتع به وهو متمتع بالكل، فحياته حسنة، حياته معنا حسنة. وللعلم طبعا عندنا حسن كما تحدثنا احنا بالبرنامج الكلمة واخواتها، عندنا جمال وعندنا حسن، الحسن مطلق والجمال نسبي، اصبر صبرا جميلا صح يعني فصبر جميل والله المستعان، هو جميل لك متفاوت، يعني ما اقول انا صبرت اهو صبري جميل لكن صبري مثل ايوب، صبري مثل سيدنا نوح انه وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب، وين احنا وين وذلا وين مثل سيدنا يوسف؟ لا طبعا، لكنه حينئذ الحسن مطلق، الحسن اقول هذا قمر هذا بدر، من يختلف في جمال البدر الا واحد ما عنده حاسه، واحد ما عنده ذوق جمالي ولا حسن، شاف القمر يعني اكو واحد يقول هذا حلو ما حلو، لا 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 لا، لكن هذه الزهره هذه البدله هذا اللباس هذه السياره هذا الموديل عندك جميل عندي مو جميل، فهو نسبي، لكن الحسن ما يختلف في احد. من اجل هذا هناك اجر نتفاوت فيه بالأشياء الصعبة، الصلاة وإنها لكبيرة، زين بالله عليكم الصلاة هذه مرات لما تفوتك الصلاة وتقعد صلاة الصبح من الفجر يعني شدة، ولهذا كم واحد يصلي الفجر في المسجد يعني نسبة قليلة، ولهذا قال الذين يصلون في المسجد فهم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، وبهذا ما يخاف عليه من شيء لصعوبتها،
مصدر البردين، العشاء والعتمتين، إلى إلى أبشر المشاعين في الظلم إلى المساجد. يكفي البراءة من الكفر والنفاق. هذا كملها كفاية هذه. إيه؟ ليش؟ لشدتها على المنافقين. الله أيوة. زين إذا صعبة. سنتذكرها. لكن بالله عليكم واحد لسانه حلو. بتكلم حاضر عمو هذا كذا. واحد لسانه سفي وبذيء ويسرع اللي أكبر منه مثلاً ووقح. واحد حسن النية بالناس دائما يفترض في الناس حسن النية. واحد اتهم حتى الصالحين انك انت هذا فعل هذا تركه ويغتاب الى اخره. واحد بخيل جدا ما يطلع منه الدرهم. واحد بسم الله ما شاء الله كما قال حاتم لا يألف الدرهم المضروب سرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق ما نجمع راسه يطلع يروح مكانه. مثلا حتى نقول حتى نعرف شو الفرق بين الاجر الحسن والاجر الكبير بالجهاد بالتعليم بالحكم. الحكم هذا المصيبة السوداء هذا الذي هذا اللي رب العالمين يعني ينجيه من شر الحكم وهم قلة في التاريخ. أنك أنت تعيش ولا تظلم تحكم ولا تظلم يا الله كم هذا التاريخ معدودون. لكن تصور هذا الحاكم العادل كم يعاني وكم يصبر. هو يعرف كل الذي يجري في بلاده يعرف انه كان شتمه فلان حكى عليه فلان محمد بس هو يعامل الناس كأنهم كلهم أولاده. هاي ما هي سهلة موت بعد بغالها أعصاب وناس شغلوا الذبح والموت والقتل والدبابات والطيارات والشبيحة وما أعرف إيش والسجون. هو اثنين محاكم بس هذا 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 يعني كم يحتاج إلى جلد وإلى أصل طيب وإلى خوف من رب العالمين وإلى خوف حتى يرأف بالناس. اختارهم الله واصطفاهم. طيب إذا شو الفرق؟ هذا شو الفرق؟ واحد حاكم عادل هذا كم هذا كم يعني كم يعني تعب حياته قال هذا له أجر كبير لأن تعب مهمته كانت صعبة مش حلوة مش من الفنون الجميلة لكن هذه مهمة صعبة صبر وصمد وعدل بين قومه وتغاضى عن مسيئهم وأكثر وأعطى محسنهم إلى آخره. هذا ما هو لعبة أنت بيده تقول اعدم اقتل اذبح كما يفعلون وناس يتجرأ والكاظمين الغيظ ولا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي يقول لك حي الله فلان ويعرفك أنت عدو ولك ولا يسأل فيك. هذا الذي يقوم بعمل عظيم له أجر كبير. ليش يتفاوتون في عدل وأعدل عدل وأعدل صابر وأصبر زين وحينئذ هذول الأصحاب الصلاة والصوم بالحرب الموت الأحمر يعني قبل كم سنة ما كان في مبردات ولا في براوح والله كنا صغار بالثلاثينات كنا نصوم يا الله ما يجي ما يجي ما يجي المغرب اللي احنا لأنك هاد نفطس زين. هذا المعاناة وفي ناس لا تصوم صيام جيد يعني سهل. إذا الأجر الكبير يتفاوت. الأجر الحسن على الأشياء الجميلة الحلوة الرائعة. شلون الأجر الحسن على العبادات اللي ملذة ومشوقة ويحبها رب العالمين جدا وهي ما تكلفك شيء إطلاقا لأن هذه مكرمة من رب العالمين مكرمة. أجرا حسنا مثلا واحد قرأ القرآن وفاضت من عينه دمعة تعال شوف رب العالمين ايش هيعطي. يا الله حسن الخلق. يقول الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إن الرجل لينال بحسن الخلق يعني يحبيب يبتسم مع الناس وجهه طلق يحسن الظن بالآخرين هين لين من يغضب عليك ما يغضب ما يعلي حسه عليك ويجي يتعذر رأسا وهو أنت المسيء عليك يتعذر من سامحنا يا فلان يحبيب. هذا ما يكلفه شيء وملذة وممتعة السخاء متعة يعني. هذا سيدنا إبراهيم الخليل وحاتم الطائي ما كان يقدر يتعشى إذا ما يجي ضيف صار متعة متعة حياته أن يكون كريما. على هذه المتعة على هذا الجمال الذي وهبه الله له يعطي عطاء. إن الرجل لينال بحسن خلقه ما لا ينال الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر. واحد طول عمره يقوم الليل الصبح ما ينام وثانيا مصبح صائم ما يفطر يعني تخيل واحد بها الجمال بها الروعة بها التقوى هذا من الصديقين يعني كان كم واحد في التاريخ الإسلامي يعمل هكذا. يقول هذا الذي يذكر الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أو مثلا
يعني له حسن خلق، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني ذهب وفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. شو هالعبادة اللي أفضل من هذا كله؟ قال شو؟ قال ذكر الله. يا الله تقعد أنت بالليل صباحا سبحان الله والحمد لله 100 مرة، هذا أحسن من هذا. هاي شون جمال، شون حسن، علامة المحبة، علامة المحبة، وهي قال أجرا حسنا. أيوة علامة المحبة، عمل قليل لكن عليه أجر. يا ما عقلك ما يشيل أكثر من الصوم والصلاة. ذاك راجع للتكليف، الله أمرني أصلي أصلي. أيوة. بس هذا نافلة أنا أسويها حبا في الله، وبعدين ما تفا وحينئذ هذا أجر حسنة. أيوة. على الأشياء، لا مجرد رغبة في الجنة ولا رهبة من النار. محبة. نعود إلى شيخنا الجليل بعد هذا الفاصل إن شاء الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يتفاوت الاستقامة، تتفاوت. شو أسباب تفاوت الاستقامة؟ يعني الشيء أقوم من شيء، شيء أقوم من شيء، عوامل كثيرة، منها الزمن. الزمن يغير التقوى تغييرا كاملا. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم 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 يكون أقوام كذا كذا كذا. كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا هو كان ذاك يا رسول الله. طبعا هذا بالنسبة لجيل المصطفى صلى الله عليه وسلم مستحيل. قال هو كان، قال وأشد منه كائن. كيف أنتم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ قالوا هو كان ذاك يا رسول الله. قال وأشد منه كائن. كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف كما يجري الآن في كل مكان في العالم شرقا وغربا، كل الأديان يهود ونصارى مسلمين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذا ما كان يتخيل. إذن التفاوت في الاستقامة من ضمنه الزمن. ليش الزمن يختلف من حيث العدد؟ يعني مثلا يعني الإمارات يمكن قبل 200 سنة يمكن كان في 400-500 واحد، الآن تقريبا ما شاء الله حوالي 10 ملايين. العراق على أيامي يعني بالثلاثينات احنا ولدنا كان 3 ملايين، الآن 30 مليون. ماذا يعني 3 ملايين؟ جهل مطلق، أمية بالمية، 99، ما حد يعرف يقرأ ويكتب. كل العلماء، هذا اللي حفظ القرآن احنا نسميه هناك الملة، ما أعرف شو يسمونه، المطوع يمكن، شو العلم القرآن يسمونه المطوع، يعني علم ألف باء تاء، هذا عمل عظيم لكن مو عالم يقرأ كلمتين. ولهذا شاعت البدع والضلالات والخرافات، وورثناها نحن عن آبائنا وأجدادنا، وكنا نحن في زماننا نؤمن بها إيمان كامل، إيمان كامل. ليش؟ ما في مصدر المعرفة، لا في كتب تطبع ولا في مواصلات. احنا كنا نروح من الفلوجة إلى بغداد على الحمير، ولهذا ما في تواصل. عندنا هذا الملة هو يعلمنا كل شيء، وشكل أخلاقنا وعقائدنا وعلمنا، وكان في كثير من الأحيان زرع فينا خيرا. لكن هذا العصر الجاهل كان مستقيم أخلاقيا بالمية مية، الكرم والحلم والجوار والضيافة والأصل والفصل وعفة اليد وعفة اللسان وعفة الفرج بشكل مطلق. لأن الفطرة سليمة، الفطرة سليمة، ما بها اختلاط العالم، الفطرة الفطرة سليمة. الآن لا، الآن العلماء واللحاق وتعالوا شوف يا لطيف. ليش؟ هذا منطق العصر. إذن الاستقامة كما قلنا، لكننا مشتركون التي هي أقوم. ذاك العصر أقوم من حيث الأخلاق، لكنه هذا أقوم من حيث العلم. العلم يعني إحنا أيامنا ما كان هذا الملة. وهذا لما في البرنامج الماضي تكلمت عن أهل المنبر وهم زعلانين، أما كنت أتكلم عن جيلي أنا، ولهذا نشأنا هكذا حتى كبرنا. ليش؟ مش كلهم طبعا، فئة معينة يعني شيخي في في نعم. في قرية نعم. ما بيها يعني 2001 وواحد، هذا هو كل علمنا طبعا. ما شاء الله اعتقد هو اعتقد هذا أهل العراق وأهل الأنبار. الحمد لله أهل السنة وأهل الجماعة. الآن وين الحمد لله 5000 عالم بس الأنبار، الحمد لله رب العالمين. لكن شاهدنا كنا نتكلم على الزمن، يعني إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، يعني تفاوت الاستقامة. شو الأسباب؟ قلنا أولا الزمن، اثنين العلم، من الذي يعلمك؟ وتكلمنا في البرنامج الماضي أن واحد أضل الناس بعلمه، نعوذ بالله. ولهذا هذا المعلم يوم القيامة سيسأل في حديث، يعني يبدأ بالعلماء قبل بالنار قبل عباد الوثن.
وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثان. فيسألون أيبدأ بنا قبل عبادة الأوثان؟ قال نعم، من يعلم ليس كمن يعلم، أضلت الناس بعلمكم، عبدتوهم الخرافات وعبدتوهم القبور وعبدتوهم الأشخاص وفرغتوهم طوائف وأحزاب وناس تكفر ناس، هذا كله ميراث الانعزال. جميع العالم الإسلامي ما يعني احنا كما قلت لكم يعني كل كما هو الإمارات كما هي حتى مصر كما هو كل الدول العالم بل كل العالم قبل قرن من الزمن ما في مواصلات، فالناس محصورون في القرية والنفوس قليلة، وبسهولة تستطيع أن تغير عقائدهم وأفكارهم فيما عدا الأخلاق، وهذا من المعجز في هذه الأمة. كنتم خير أمة. الأخلاق في الجيل هذا الجاهل اللي تربينا فيه في الثلاثينات، والجيل اللي فيه كل النقائص من حيث المعرفة والعلم، معرفة الشخص وعلم العامة، لكن كان في قوة خلق واستقامة وصمود ورجولة وعفة نساء وعفة رجال وشجاعة وكرم و هذول هم الذين فتحوا العالم، لكن ما كان في علم. إذا نحن مشتركون في الاستقامة التي هي أقوى الناس أكثر من الناس، بس نحن مشتركون. هذا الفعل لا يكون إلا بين مشتركين، من حيث ذا يقول فلان أقوى من فلان، هم مشتركون في القوة ولكن هذا أقوى من هذا. كلام يقول أن لهم أجرا كبيرا. ليش يتفاوتون؟ أحنا نصلي، هذا الصلاة عليها أجر كبير مش حسن، لأن هذه ثقيلة. حتى نكون واضحين، الأجر الحسن على فعل لو تركته لا تأثم، حتى تكون القضية علمية منطقية. العلم ضاع الآن، صار كله تهويش تهويش تهويش. الفرق بين الأجر العظيم والأجر الحسن، الأجر الحسن على فعل لو تركته ما عليك، يعني صلى الضحى لو تعرف عليها صلاة. هذا كما قلنا الذكر عليها أجر خيال، لا يزال عبيد تقرب لي بالنوافل لكن ليش؟ لأن فيها أجر خيالي. لكن الأجر الكبير لا، على فعل لو تركته فأنت آثم، صوم صلاة حاج بر والدين إلى آخره. إذن الحسن كونوا حسن لما يلي: أولا لو تركته لست آثما، يا الله ما أحلى هذا، فأنت متطوع، أنت متطوع تقضي به اليوم بعد سنة آخر عمرك أول عمرك أنت حر. هذا واحد. اثنين، ليس لأجره حدود، بينما أنت في 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 الكبير لا أكو حدود، أكو عمل بضعف واحد، أكو عملين بمثلهما، وعمل بضعف، وعمل بعشر ضعف، وعمل بثمنتاعش ضعف، وعمل بخمسين ضعف، وعمل بخمسمائة ضعف، بسبعمائة ضعف، وعمل لا يعلم مضاعفاته إلا الله اللي هو الصيام. ولهذا نختلف، يعني إحنا نصلي بالصف الواحد، كل الناس اللي بلاك كل واحد له أجر، هذا خاشع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وين الحين خشوع؟ إيش؟ لا تقوم الساعة حتى يصلي في المسجد الألف والألفان، وفي رواية المئة والمئتان ليس فيهم مؤمن. حركات الزمن تطور هكذا وانشغلنا، ويعني يا الله خلص وامشي. هذاك الخشوع اللي كان واحد منهم سقط المسجد ولم يشعر، الآخر قطعت يده كان في آكلة يعني سرطان بيده، فراد يقطعوه ما كان في مخدر، قال خلوني أصلي وقطعوها، فهو دخل الصلاة قطعوها ما شعر، لأنه استغرق في الله. طبعاً هذا الآن بالنسبة لنا نكتة، وين وين وين، ولكن هذا مقبول كما قال عليه الصلاة والسلام: أنتم اليوم في زمن لو ترك أحدكم عشر ما أنزل الله لهلك، وسيأتي على الناس زمن لو عمل فيه أحدهم بعشر ما أنزل الله لنجا. أنت طالبني أنا الآن أعمل مثل ما يعمل الصحابة، النبي معاهم والمجتمع فاضل والناس رجال والعوائل كريم، وين احنا وين؟ والانشغال أقل من هذا. إذن هكذا، ولا شو قلنا صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون أجر العامل منهم أجر خمسين. قالوا خمسين منهم يا رسول الله؟ قال لا، خمسين منكم. يعني إحنا الآن اللي يعمل عمل صالح له أجر خمسين صحابي من غير أن يفضل الصحابي، يعني هو يبقى الصحابي فاضل لكن أنت مثل أجره، الأجر شيء والفضل شيء ثاني. قال لما يا رسول الله؟ قال لأنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون. أنت إذا في يوم ما صليت الصبح في المسجد، لا شو، لا ما شفناك، ليش ما جيت؟ إيش معنى؟ ما عليك نايم أو يبشعوك.
الآن من سأل عنك يصلي معه؟ حتى مولا ما صلي أصلا ما حد سأل عنك. وهكذا إذا اختلاف الزمن، اختلاف البيئات، اختلاف العلم، اختلاف المعلم، اختلاف القيم. وهذه القيم، هذا العرف أقوى من الشرع، العرف أقوى من الشرع. ليش؟ الشرع حلال وحرام، وإحنا كلنا يا الله الله غفور رحيم. يعني كوني ما أني متعبان الظهر ما أبغى أصلي، ما صليت يا أستغفر الله، لكن ما تورثني عارا. العرف يورثك عارا، أنت طردت لك ضيف، ما كرمت جارك، جارك جديد نزل عندك وما كرمته، يعني طلع منك كلام بذيء. يا الله يتوارثوا أبل هذا جدا اللي سوى، اللي ما رب الجار، واللي ما خب الضيف، واللي واللي واللي. حينئذ نقول هذا الفرق بين أن تعبد الله عبادات جميلة ملذة حلوة رائعة مؤنسة تعود عليه ما تتركها وأجرها كبير جدا، وبين تعبد عباد الله شاقة، الوضوء على السبورات في الشتاء البارد تسبح. يعني أنا شايف واحد وأعرفه فلان الفلاني صبح مجنب وما في عنده أي شيء، كان في سفر، وكان سفر على الإبل وأنا أعرفه ولا يزال حيا، وبعدين صبح مجنب استحلم. طيب كيف؟ ما هم على غدير كله جامد منجمد وصبح مجنب استحلم، شو يسوي؟ ما يعرف، مثل ما إلا ما فعل واحد من الصحابة، فعل نفس الشيء، تمرق في التراب اي ومات. مو مات يقال قال عدنا لقد قتلتموه، مو هكذا قال الحديث صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فهذا مسكين فعل نفس الشيء ما يدري، كسر هذا الثلج الذي على الغدير وصبح به وصلى. زين هذا شيء، وبين لا يعني سأستعرضكم أحاديث مرتبق عليها في الغالب رواه البخاري ومسلم. تقول شو هالجمال هذا؟ مثلا شو يقول؟ يا الله، يقول يا سيدي عن أبي الدرداء رضي الله عنه: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. يعني كونك لطيف، مثلا شو نقول لطيف؟ مثلا يقول لك: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أنت كل ما شوف واحد تبتسم فيه، في ناس لما يسلم عليه السلام عليكم ومعك أو ما يسلم مخنشر لأمر ما بينك وبينه، أو هو مش عاجبك أنت مش عاجبه، فما يسلم عليك أو يسلم مرحبا السلام عليك، فيقول السلام عليكم كيف الحال إن شاء الله بخير السلام عليكم. يا الله يا الله، هذه هالشويونة، ما في شيء أثقل في ميلاس ولا صلاة ولا حج ولا زكاة ولا عدل. يكفي أثقل من هذا القرب، أقربكم مجالسا مني يوم القيامة، أحسنكم أخلاقا، هذا خذ أجر في الجنة في الدنيا، لكن هذا قرب يا الله يا يتقرب الله إلي بالنوافل. وبعد شو يا أخي ممتع؟ نعم. كل تعرف التعود. نعم. يعني أكو ناس تعودوا على صلاة الليل حتى أصبح يعني جنة حياته. الله ذكر الذكر عنده شيء خيال، الله إكرام الجار، الله إكرام الضيف، الله أحبر الوالدين قاعد تحت حذاء أمه ويبوس برجليها ولا شو هذا؟ فرب العالمين هي هذه، كون هذه العبادات يحبها لأنها تطوع أولا وسجايا ثانيا، وتفعلها من غير ما حد يعرفك ومن غير ما هي واجبة عليك، فقط حبا لله. يا الله، مثلا شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا كان عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. يعني احنا كلنا والله نتمتع لما تتكلم مع اولادك وبناتك واهلك يحبونك، وهذه يوم القيامه لها ميزان. يعني اذا كان او زوجتك وعيالك يحبونك ويحبون لما ترجع عليهم من البيت من برا يلتفون حولك ويلعبون معاك، وفي واحد بالعكس نعوذ بالله يا جاء طال هذا ابوهم من الخارج صار عندهم كانه حرب، كل واحد قتل ويرجف، هذا من اهل النار ومن الجنه. بهاللطف هذا بهاللطف. وعنها أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم كما أحسنت خلقي حسن خلقي، وهو رسول الله الذي الله قال له وإنك لعلى خلق عظيم. أقوى صيغة باللغة العربية واو إن واللام، وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول يا ربي بعد حسن خلقي. يا الله الله أكبر الله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أشوف هذا حديث عجوبة، الله أكبر، ما من شيء في رواية ما من ذنب إلا له توبة، إلا صاحب سوء الخلق فإنه لا يتوب من ذنب إلا عاد في شر منه. ليش؟
واحد كريم واحد بخيل، واحد كريم جدا واحد بخيل جدا. هذا الكريم يمكن أذنب وتاب خلص تهين، وهذا الرجل هذا نعوذ بالله سيء الخلق لا. يعني قد يتوب لكن يقع بشر بذنب بعد أشر من هذا بعد وهكذا وهذا. وبالتالي على هذا على هذا الخلق سيأخذ ما لا يأخذه الذي لا ينام في الليل ويصلي ولا يفطر يوم حتى ولو بالحر ولو يجاهد ولو يكسر سيفه في القتال، هذا أحسن منه. نعم، لأن الخلق الجميل يولد أخلاقا فاضلة. أخلاقا فاضلة. سيد الشيخ نعود إليك بعد هذا الفاصل إن شاء الله. فالخلق الجميل يولد الأخلاق الفاضلة. والخلق متعة. طبعا. نعم. يعني ما في عنده خلق إلا هو متمتع فيه. واحد كريم، واحد سمح، واحد حليم، واحد يكرم الجار، واحد يكرم الضيف. نعم. متعة. نعم متعة نعم. هذا مو حاتم كان يقول للعبد أوقد النار فإن قرض فأنت حر. الله. لذته في هذا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما أعطي أهل بيتنا الرفق إلا غفر الله لهم. يعني رفيقين ما مو خشن يعني ما كثير في ناس قسات الأم تضرب أولادها والأب يضرب زوجته والزوجة تضرب ما أعرف إيش ومع الجيران يتخانقون دائما. فعلا إحنا شفنا هذا النموذج في كل حي في واحد من هذا القبيل. عنيف والغالب ان الناس رفيقين لطيفين مرحبا يا فلان سلام عليكم كيف حال فلان والله كنا اطفال ما شفنا واحد الا مزراني كيفك يا وليدي ان شاء الله ابوك كيف حال امك كيف حال ابوك صليت اليوم يضحكون معانا هذا الرفق هذا هذا اعظم العباده وهو في غايه المتعه في غايه المتعه. عندك مثلا دوام الوضوء دوام الوضوء يا الله لو تعرف ماذا يعني ان تتوضا من ساعه ما تستيقظ الى ساعه ما تنام كلما نقض وضوءك تتوضا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنه وراى بلال يسبقه قال لقد سمعت خشخشه بلال قبلي. قال له بما سبقتني يا بلال؟ قال له والله صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء. قال له لا انت شو عندك انت؟ يعني الى ان الحديث طويل. قال له والله انا كلما انقض اتوضا ما دام انا متوضا. قال له هو ذاك هو ذاك واللي تعود على الوضوء تعودوا عليه مره خذ شهر كل واحد يسمعني الان اللي ما متعود على الوضوء تعودوا عليه شهر كامل كل ما تتوضا وتنقض وضوءك توضى رأسا والله بعد الشهر لا ممكن تأكل ما تتلذذ تأكل إذا أنت ما عندك وضوء إذا واحد قال لك السلام عليكم ما تتلذذ أنت ترد عليه إذا ما عندك وضوء تصلي على النبي تقول الله إذا ما أنت مو توضي تصبح هذا الوضوء نفسك وأعظم دواء للكآبة أن تبقى متوضئا لأن أنت ما تعود عليه ما شرح الصدر مبتسم ما تهزك الهزاهز يا جبل ما يهزك ريح تعود ولهذا دوام الطهور يا الله يا الله يا الله شطر مع الإيمان. انه ها شطر الايمان شطر الايمان هكذا المداوم عليه عجوبه يعني هذا الحديث يعني قال صلى الله كيف نتقي النار الحديث صحيح متفق المشكله وين يعني ان هذا حكايه ان حديث متفق عليه عجوبه نص لا بد منه يعني انا عندي راي واستغفر الله ان يكون خطا أنه أن 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 الحديث الذي متفق عليه واجب الاعتقاد به هذا رأي متفق عليه شو متفق عليه مع أنه كل أصحاب السنة الآخرين رووه شو الإشكال إذن وما ينطق عن الهوى إذا واحد صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه لا يقول إلا خيرا حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر حجة وعمرة تامة 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 وفي حديث عمرتين تام يعني أنت ممكن يوميا تحج فقط أنت من تصلي الصبح بالمسجد ظل جالس مكانك لا تقرأ قرآن لا تسبح لا تقرأ علم عندك يعني عمل أي شيء بس يعني ما في أي إثم تطلع الشمس ورا خمس ست دقائق يعني الآن تطلع الشمس يعني ستة تقريبا يعني ستة شوي يعني عشر دقائق وراها صلي ركعتين سنة الضحى كأنك حجيت واعتمرت أجر كامل زين هذا فقط بهذا العمل اثنين من ضمن الحديث وانت جالس في هذا المسجد صليت الصبح وجلست في مصلاك طبعا في أوراد الصباح معروفة هذه المأثورات عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي في غاية الجمال إذا تعودت عليها ما ممكن تنساها أو تهملها من ضمنها أن تقول سبع مرات اللهم أجرني من النار وسبع مرات اللهم أسألك الجنة حديث متفق عليه إذا قلت هذا اللهم أجرني من النار تقول النار يا رب أجره مني والرب عم يجيرك من النار بهذا الدعاء وإذا قلت اللهم أسألك الجنة الله يكتب لك الجنة بهذا الدعاء حديث متفق عليه بالله عليك هذا أجر حسن لو مو حسن
يعني ناس تروح تجاهد وتنقتل وتتدمر ويا الله تدخل الجنة، ناس صار بيها سرطان مثل أهل العراق الآن، هجا خبروني اليوم 3-4 أطفال فيهم سرطان، اللي بنته سرطان واللي طفل سرطان، الله يكون في عونهم. حينئذ هذا يدخل الجنة قطعة، بس بيش ابنه يعني تعذب عذابه بكى بكاء، وانت لا جالس بالمسجد التكييف الحلو مساجد دبي الجميلة، ها كأنك قاعد في قصر من قصور السلطان وهو قصر رب العالمين، وقاعد تصلي الصبح وبعدين تقعد تقرأ قرآن إلى ساعة، يعني ثلث ساعة، روح نص ساعة، نصف ساعة بعد الصلاة لك أجر حجة وعمرتين، ثم هذا الدعاء اللهم أجرني من النار، أنت أجرت من النار فعلا بالحديث المتفق عليه، وكذلك إذا قلت اللهم أسألك الجنة كتبت لك الجنة بالحديث الذي متفق عليه، هذا إن لهم أجرا حسنا. في أجمل من هذا؟ قاعد مرتاح، يمكن تروح شربة مي، يكون جايبك معك شوية استكان شاي وانت مبسوط وجاي في المسجد، لا رح جاهدت ولا صويت ولا ابنك بسرطان ولا انت مريض ولا ولا ولا، هذه فنون جميلة، عبادات جميلة تونس، وهذا لهم أجر، أن لهم أجرا حسنا، هناك أجرا كبيرة. وفي أجر عظيم، أجر عظيم هذا للملوك، يقال عظيم الفرس يعني ملك الفرس، عظيم المقوقس عظيم الروم يعني ملك الروم، والجنة بها ملوك، يا علي إنك ملك الجنة وذو قرنيها، حديث صحيح. وحينئذ هذه الجنة فيها ملايين الملوك، الصورة البشرية من آدم إلى أن تقوم الساعة كم فيها ملوك في الدنيا، فكيف الآخرة؟ هذول الملوك لهم أجر عظيم، ليش؟ هذول ملوك. تخيل مثلا، تخيل عمر بن عبد العزيز، تخيل أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنه وعثمان وعلي بن أبي طالب وملوك تعرفون هنا، لا نريد أن نكرر الأسماء، كل العالم كله يعرف من هو زايد بن سلطان وإخوانه وأولاده، هذول الذين ضرب بهم المثل، وهناك في كل الدنيا، يعني أنا شفت دول قليلة واحدة اثنين بين المسلمين والله فيها حكم عادل، لك على أعصابهم تضحوا وحلم وتجاوز وعفو وعطاء، يعني عذاب، لكن مثل الذين بحب الناس لهم، إذا صار هذا العدل سيجعلك ملكا في الآخرة كما أنت ملك في الدنيا. يقول وأن لهم أجرا عظيما، إذن أجرا كريما على الأركان، أركان الصلاة والمشاق إلى آخره، أجرا عظيما لكي ملوك الجنة، هذه التي ما تسويها إلا بالمليون واحد، بالمئة مليون واحد، هناك عبادات مخصوصة على الحكام، وكم حاكم أكو من المسلمين العدول، يمكن 4-5، هذا أن لهم أجرا عظيما وأجرا حسنا. إحنا هذا حنكون في مصاف النبي يا جماعة، والله العظيم هذه فعلا لا يدخل النار إلا شقي، أنت في مصاف مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولا، والله شنو الكاظمين الغيظ، أنت واحد من سبك قول مسامح روح مع السلامة أولادي، يا الله يا الله، وبعدين والعافية على الناس والله يحب المحسنين، الثاني طلع درهم اتقوا الناور بشق تمرة، انتوا الفقراء إلى آخره، الاخ اكرم جاره، الاخ بر بوالديه، الاخ صوته حسن بالقران، ها الاخ يعمل بالقران، نسأل الله نكون ان نكون منهم ولا نكون مرائين، الاخر مثلا ابتلي بلاء بسجن، يا ما هذا المثل المصري صحيح، يا ما في السجن مظالم، ونحن كلنا دخلنا سجون مظالم، ما في واحد بالعراق ما دخل سجن مظالم، يوم الشيوعيين ويوم البعثيين والى اخره، والان ما شاء الله يقتلون والله أكبر. حينئذ هذه كلها هذه أجر كبير، لأن فيها عذاب وتعب، الأجر العظيم لملوك الجنة، ليش؟ مهمتهم عظيمة، مهمتهم عظيمة، خذ قادة الفتوحات وقادة تصليح الأخطاء وقادة العدل، يا الله يا الله يا الله. إذن أما الحسن هي هذه، وخذ عاد انت لو عدد لك ماذا في السنة النبوية، حب النبي صلى الله عليه وسلم، تصور قالوا يا رسول الله الحديث صحيح، قالوا يا رسول الله متى الساعة، قالوا ماذا عددت لها، قال والله ما عددت لها كثيرة صلاة ولا كثيرة إلا أني أحبك، قالوا أنت مع من أحببت، بالله عليكم كم نسبة الذين يحبون النبي حبا عظيما ملك عليهم حواسهم من هذه الأمة، والله أستطيع أن أقول 50% ولا أخاف،
50% من الأمة يحبون النبي حب عشق. وشيء آخر يقول: ما فرح الصحابة بحديث كما فرحوا بهذا الحديث، إن الرجل لا يحب القوم لا يلحقهم بعمل فيبعث معهم بحبه. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واحد أكو زمرة مجاهدين وذكارين وزمرة علماء وزمرة حكام عدول، هو مو منهم لكن يحبهم يبعث معهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحبب. أنت مع من أحبب شيخي، هذا أجر حسن، متعة. يعني أنت تفرح ترقص أنت فقط بهذا العمل. يعني شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من حديث صحيح: من قرأ الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. يعني أنت ما صليت العشاء بالجامع، صليت بالبيت، لا سبحت ولا قرأت القرآن ولا أبدا ولا صليت تهجد حتى، لكن قرأت الآيتين من سورة البقرة الأخيرة، يقول تكفيك. يا الله يا الله يا الله. عن عبيد الله بن عمر بن عمرو بن العاص: من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه وسلم. تخيل الموقف، تقول: اللهم صل على محمد رب العالمين رب العزة، يقول: الله وأنا أصلي على عبدي فلان وأنا. 10 مرات، أنت مرة صليت 10 يصلي عليك 100، يقول رب العالمين تسمع كل ما لا يعلى، وأنا أصلي على عبدي فلان وأنا. يا الله، لأنك صلى الله عليه وسلم. شو المتعة هذه؟ شو المتعة؟ الذكر تعرفون ماذا تحدثنا؟ سبحان الله وبحمده. يعني صور سبحان الله وبحمده أنا أسويها 5 دقائق، سهل وحلو. إحنا ناس عجزة، والله عجزة، إحنا مع الآخر زمن. فسبحان الله وبحمده 5 دقائق، سبحان الله وبحمده وهذا العظيم 5 دقائق 100. من سواها 100 حطت ذنوبه ولو كانت كرمل عالج، عالج جبل كل رمل. أنت قد مسوي ذنوبها تروح مجتمع الكبار. يا الله، هذه أجرا حسنة، أجرا حسنة، متعة. الحسن، الحسن هذا الجنة حسناء، لهم الحسنى وزيادة، وأسمى الله الحسنى، وهذه العبادات حسنى من جمالها ومتعتها على العبد. هم من رحمة الله. الهم والحزن، أقول لكم شيء، بيكم واحد ما مهموم، ما يعني ما عندك أولاد تعبانين، عندك بضاعتك خربانة، بيتك ما هو زين، أنت قاعد في 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 العراق كله قتل وما قتل وناس جوعانة وإلى آخره، قاعد بمصر يذبحون على الحكم وربنا يستر على اللي حيحصل فيها، كل هموم كل العالم، خوف اللي في سوريا واللي في ليبيا وكل الأمة مهمومة. وحينئذ هذا الهم لا يبقي عليك دم. نعم، فالأعمال الحسنة والأخلاق الحسنة هي التي تولد بإذن الله الأجر الحسن يوم القيامة. نعم. والأعمال الكبيرة هي التي ينال الكبير أجر الكبير، والأمراء والملوك العظماء إن شاء الله ينالون الأجر العظيم، جعل الله سبحانه وتعالى منهم. واسمكم جميعا أتقدم بالشكر لشيخنا الجليل الأستاذ الدكتور أحمد الكبيسي حفظ الله ورعاه، آمرين من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه، وأن نلتقي بكم في الحلقات القادمة على خير إن شاء الله.